بسيطرة النظام السوري على أحياء في شرق دمشق في مايو الماضي، تفاقم حصار الغوطة الشرقية إذ توقفت عمليات تهريب المواد الغذائية إليها من العاصمة. 5 أعوام هو عمر الحصار، حصار النظام السوري للغوطة الشرقية، وهو حصار سبب واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في الحرب السورية. الغوطة الشرقية تقع في ريف دمشق وتبعد عن العاصمة 15 كيلومترا وتضم بلدات عدة، أهمها نتحدث عن دومة، عربين، حرستة، زملكة. يقطن مناطق الغوطة الشرقية المحاصرة حاليا نحو 400,000 مدني، وتنتشر في الغوطة التي تبلغ مساحتها 110 كيلومترات مربعة فصائل معارضة، منها جيش الإسلام وفيلق الرحمن وحركة أحرار الشام. حصار النظام المطبق على الغوطة أدى إلى وفاة أكثر من 400 مدني، نصفهم من الأطفال، فيما لا يزال نحو 170,000 شخص يواجهون خطر الموت جوعاً، وفقاً لأحدث تقرير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. يقول التقرير إن موجة الجوع الأخيرة التي ضربت سكان الغوطة الشرقية دفعتهم إلى تناول النفايات وطعام فاسد وعلف الحيوانات وسط صمت وتقاعس دولي كبير. ملفنا الليلة ما يجري في الغوطة الشرقية، ومن دمشق ينضم إلينا المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في سوريا الأستاذ فراس الخطيب. أستاذ فراس، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. سؤال البديهي، ما الذي يحصل على أرض الواقع أستاذ فراس اليوم؟ طبعا الحصار هو يعني من سمة من سمات هذه الحرب أو هذه الأزمة السورية، ومثل ما تفضلتي أنه طال لمدة 5 سنوات. طبعا في العامين الأخيرين يعني صار هناك تطور بأنه قل عدد المناطق المحاصرة وعدد السكان الذين كانوا يعانون تحت يعني حصار مطبق من في عدة مناطق في سوريا، كان عددهم يتجاوز 2 مليوني إنسان، الآن هم ما يقارب 416,000 شخص، معظمهم في هذه المنطقة المتبقية من الغوطة أو ريف دمشق. والأمم المتحدة استطاعت أن تصل إلى دوما بقافلة إنسانية منذ 10 أيام، وهي تسعى بشكل يومي وحثيث للوصول لكافة المحتاجين هناك بمواد أساسية وإغاثية عاجلة ومطلوبة. أستاذ فراس، سنحاول أن نعود إلى ما تقوم به الأمم المتحدة بالتحديد في الغوطة الشرقية، لكن اليوم إذا أردنا أن نجمل عدد القوافل التي دخلت في لنقل الأشهر الماضية، هل يمكن أن نعرف ما عدد هذه القوافل، إلى من هي تابعة، وإلى من وصلت الأهم؟ يعني الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة عندما كان هناك ما يقارب 4.5 مليون إنسان يعيشون في مناطق صعبة الوصول أو محاصرة، كان هناك تحدي كبير بالوصول إليهم في كافة المحافظات السورية المختلفة، ولكن منذ بدء عمليات الوقف إطلاق النار وخفض التوتر، واستفدنا في عام 2016 و2017 من وصول أوسع وأكبر، ومثلا محافظات لم يكن يصل إليها بالمطلق مثل الرقة ودير الزور أصبح الآن يصل بسهولة، وأيضا رستن في حمص ومناطق ريفية في كافة المحافظات لم تكن تصل القوافل أصبحت تصل. بالنسبة لريف دمشق يعني لم تكن القوافل بالحجم الذي نتمناه، ولكن المساعدات يعني مستمرة من خلال أيضا التعاون مع الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظومة الأمم المتحدة التي تسعى بشكل حثيث للوصول لكافة المحتاجين. سأعود إليك أستاذ فراس حتى نسأل عن موضوع قصف هذه القوافل التي تدخل إلى الغوطة الشرقية لمعرفة ماذا يدور حول عمليات القصف، لماذا تقصف هذه القوافل. لكننا نرحب معنا الليلة أيضا برئيس منظمة لايف لحقوق الإنسان الأستاذ نبيل الحلبي الذي ينضم لهذا الحوار. أستاذ نبيل، أهلا بك معنا بداية في سكاي نيوز عربية، وحضرتكم تعملون على أرض الواقع، أود أن أعرف منك كيف
تنظرون إلى عملية إدخال المساعدات؟ وإذا يمكنكم القول أيضا، من الذي يمنع إدخالها إلى الغوطة الشرقية؟ يعني بداية علينا أن نذكر أن الحكومة السورية والقوات السورية تستخدم الحصار التجويعي للسكان المدنيين في شتى المناطق السورية التابعة للمعارضة السورية المسلحة كعامل مساعد في المعركة العسكرية. نحن نعلم أن العديد من المناطق التي تمت السيطرة عليها من قبل النظام كانت خاضعة للحصار التجويعي للسكان المدنيين، وبالتالي هذه جريمة حرب لم يكن يعني المجتمع الدولي يتصدى لتمادي هذه الظاهرة، ولكن حتى أن الأمم المتحدة ساهمت إلى حد بعيد بعملية مساعدة المفاوضات من أجل مبادلة الأرض بالغذاء. هذا الأمر خطير، حدث في أحياء حمص القديمة، حدث في دارية، حدث في مضايا والزبداني وغيرها. ونحن نعلم أن هذا الحصار كان سلاحا فعالا للنظام، ويعني ومما شجعه على الاستمرار به بوسط صمت دولي وعجز دولي. أستاذ نبيل، عبرني على المقاطعة، لكنها نقطة مهمة جدا، أن نربط الواقع السياسي بما يدور أيضا في الميدان. وهنا أعود إلى أستاذ فراس لأسأله عن هذه النقطة. سيد فراس، هل برأيك اليوم يستفاد من هذا الحصار، يستفاد من تجويع المدنيين داخل الغوطة الشرقية لغايات سياسية بحتة، ويشارك فيها أيضا بعض الأطراف الدولية؟ في الواقع لا، لست يعني معني بالشأن السياسي ولست خبيرا في هذا الموضوع، ولكني أمثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من المنظور الإنساني لهذه الأزمة. فنحن كما تعلمون من ضمن منظومة الأمم المتحدة التي تسعى للوصول لكافة المحتاجين. الآن طبعا هناك مجهود سياسي ومجهود من أجل إحلال السلام في هذه البقعة. يعني دائما نستفيد من الهدنة، نستفيد من وقف إطلاق النار، ونستفيد أيضا بشكل إيجابي من أستاذ فراس. أعذرني على السؤال، لكن كمفوضية مع من تنسقون حتى يتم إدخال هذه المساعدات إلى الغوطة؟ يعني عادة منظومة الأمم المتحدة يمثلها مكتب التنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وهي تقوم بالتنسيق مع الحكومة ومع الأطراف المسيطرة في داخل الغوطة من اللجان الشعبية وأهالي، وبالتعاون مع الصليب الأحمر والهلال الأحمر. يعني عادة ما يتم إدخال هذه القوافل، وهي قوافل إنسانية تشمل كافة المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا. هل تعرضت إحدى هذه القوافل إلى القصف أستاذ فراس؟ يعني في الواقع لا يوجد لدينا وسيلة لضبط أو لرصد ما يجري على ساحة في ساحة المعارك، ولكن المفوضية تقوم مثل باقي منظومة الأمم المتحدة العاملة في سوريا بمحاولة إيصال المساعدات لكافة المناطق المحاصرة وصعبة الوصول. للتذكير فقط، هناك أيضا 3 مليون إنسان يعيشون في مناطق صعبة الوصول، وتقريبا 416 في مناطق محاصرة بالكامل، معظمهم في ريف دمشق. أستاذ نبيل، هل من معلومات واضحة عن أعداد القتلى التي على ما يبدو تفاقمت خلال الأسابيع الماضية؟ طبعا يعني منذ قرابة العشرة أيام، يعني منذ بداية إدخال القافلة الإنسانية إلى منطقة الغوطة الشرقية، بدأ القصف يعني بشكل مستمر، واستهدف مستودعات الغذاء، يعني المواد التي كان يجب أن توزع إلى المدنيين. تم توزيع ثلثي المساعدات وبقي الثلث في المستودعات بعد تعطيل عملية التوزيع بسبب القصف المستمر الذي أدى إلى قتل المئات من المدنيين على مدار يعني 20 يوما قبل إدخال المساعدات وبعدها.
وأيضا إزهاق أرواح الجرحى والمرضى والفئات الأكثر هشاشة صحيا كالمرضى والعجائز والأطفال بسبب يعني عدم وجود المواد الطبية اللازمة. الجريح يفقد حياته بسبب عدم تقديم المساعدة الطبية اللازمة، بعدم وجود مشافي ميدانية، تم استهداف جميع المشافي الميدانية بسبب عدم وجود أدوية ومضادات حيوية وغيرها والأمصال. نعم. كل هذه المساعدات ليس فقط الغذاء، كل هذه المساعدات بحاجة لها الفئات الأكثر هشاشة، المرضى والجرحى والأطفال والعجائز داخل هذه المناطق المحاصرة. بالنسبة لاستهداف القوافل الإنسانية، نحن نذكر بأنه تم استهداف قافلة المفوضية السامية العليا للاجئين في بلدة أطمة في ريف إدلب منذ أشهر، تم استهدافها بغارات جوية مباشرة، رغم أن هذه القوافل تحمل الشارات المحمية دوليا بموجب القانون الإنساني الدولي. لم تحترم قوات النظام السوري هذه القوافل واستهدفتها بشكل مباشر. بطبيعة الحال بعض الناشطين أستاذ نبيل كانوا قد ذكروا ذلك بوضوح ونقلوا بعض الصور أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي. وحتى نختم لقائنا، أختم بسؤال من أحد المشاركين معنا في هذا الملف وللسيد فراس. أستاذ فراس، يتساءل البعض لماذا تم إدخال مساعدات بطريقة أسلس إلى دير الزور وحتى أسقطت بالطائرات في مناطق أخرى ولا يتم استخدام نفس الموضوع في الغوطة الشرقية؟ في الواقع بالنسبة للأمم المتحدة يعني تستخدم الأسلوب الإنزال الجوي فقط للطعام والأغذية وبعض المستلزمات الطبية، ليست كل المواد الإنسانية يعني تستخدم بهذه الطريقة، ولكن هناك شروط جوية وشروط لوجستية للإنزال في مكان ما، فيجب أن يكون هناك مساحة. وطبعا يعني برنامج الغذاء العالمي أخبر مني في هذه المسألة، ولكن هناك أسباب فعلا لوجستية ولها علاقة بالمكان جغرافيا وضيق المكان أو مساحته، ولكن الأمم المتحدة تطالب كافة أطراف النزاع بعدم استخدام المدنيين وعدم استهدافهم والسماح للقوافل الإنسانية دائما بالمرور، ويعني نقوم بكل ما يلزم من أجل الوصول لهؤلاء. على أمل أن تصل كل هذه المساعدات إلى مستحقيها. شكرا لضيفينا الليلة من دمشق المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في سوريا فراس الخطيب، والشكر يمتد لضيفنا من بيروت رئيس منظمة لايف لحقوق الإنسان الأستاذ نبيل الحلبي.